دكتور هنا بقى يعني ممكن اي حد كبير لو اتعرض لصدمه يعني ممكن الى حد ما عنده الوعي والقدره ان هو يعبر عنها لان هو خلاص حصل له النضج الكامل. لو طفل صغير اتعرض لصدمه ازاي ممكن يعبر عن الصدمه دي وازاي كمان ممكن نلحقه؟ ده كلام محترم جدا. طبعا الاطفال بالظبط بيحصل كتير جدا والطفل مش بيعرف يعبر زي الشخص الكبير زي الشخص الناضج. احيانا كتير الطفل بيتعرض مثلا لتحرش يتعرض لحاجه ازمه في مدرسه كبيره وهو مش عارف يعبر عنها. بالزبط. اول العلامات اللي هنتلاقيه بدا يخرج شويه عن المالوف. يعني انت لو معوده مثلا على روتين يومي هيبتدي بقى يتمرد عليه، يبتدي يرجع لمراحل قبل شويه، ان هو مثلا لو كان تويلت تريننج مثلا يبتدي يعمل على نفسه مثلا، دي حاجه علامه شهيره جدا في الاطفال، يبتدي يبقى عصبي وعنيف مع الاطفال التانيين، لو طفل مثلا بيعنف في البيت بيتضرب مثلا بطريقه بيروح يضرب زمايله في الحضانه بنفس الطريقه. صح. يبتدي يظهر ده في العاب، يعني يقعد يحكي حكايه هو فيها الضحيه او هو فيها الجاني اللي حصل له بالظبط، بيقعد يرسمه او يحكيه فبيعرف يعبر عن ده بالشكل ده. اشهر حاجه دايما النايت تيرورز، الاحلام المزعجه بالليل، ان هو يقوم مفزوع من النوم وبيصرخ على الحلم، حلمه له علاقه بالحدث اللي حصل له. طب ازاي نعرف انه في احيانا بعض الاطفال حتى من انفصال الاسره الاب والام، او ربما تكون العلاقه بين الاب والام غير متزنه، فده بيأثر على الطفل؟ ازاي لما بقابل حد كبير اعرف ايه؟ يعني هل ممكن الصدمه تختزن لفترات طويله واجي لحد في الشباب اقول ده كانت عنده مشكله وهو صغير وما اتحلتش؟ طبعا هو ده يعني تقريبا اغلب شغلنا. يعني احنا اغلب مشاكلنا اللي احنا ماشيين بيها واحنا كبار هي صدمات في الصغر احنا شلناها. هي شنطه الصدمات بتاعتنا اللي احنا واحنا اطفال شلناها وعبيناها جوانا. يعني المشكله مش في التعرض للازمه خالص، المشكله احنا بنتعامل مع الازمه ازاي. يعني لما ابنك يجي مرعوب من حدث حصل له ما تقعدش تلعبه زياده، ما تحسوش ان هو المسؤول، ما تحسوش ان انت الغلطان عشان كده تعرضت لكذا، انت تعرضت لكذا لان ده طبيعي. ما تحسوش بان هو عيب انه يكون زعلان او متضايق او غضبان، حتى خليه يستوعب مشاعره دي وعرفه ان انت انك تتكلم فيها دي حاجه محترمه جدا، انت شاطر عشان قادر تحكي عن ده واحنا مصدقينك واقفين جنبك. فالكلام اللي بتقوله ده حقيقي مليون في الميه، احنا بنكبر بصدمات الطفوله وبنأثر على اللي حواليه وبنأذي اللي حواليه واحنا مش واعيين. ان انا اتأذيت وانا صغير فبأذي اللي حواليه وانا كبير نتيجه ازمه تعرضت لها وانا طفل.